اللي قدام حضراتكم ده هو المهندس أحمد رمزي، مدير الإنتاج في مصنع ميديكو للأبواب المصفحة، وبصراحة بيبذل مجهود ضخم في تدريب العمالة وتأهيلها على صناعة مختلف الأبواب المصفحة. بنصنع من هنا أبواب بتتصدر لحوالي 10 دول، وبتغطي احتياجات في السوق المحلي بشكل كبير جداً. أنا عايز مراحل التصنيع من أول الصاج لغاية الباب النهائي. لا، هو احنا ممكن نقول إن مراحل التصنيع بتتم على شقين أساسيين. من قبل كمان وجود الصاج بيتم التخطيط وبيتم التصميم، وبعد كده بنبدأ نصمم الباب نفسه وبننزل للتنفيذ أو مرحلة الإنتاج من أول وجود الشيت ميتال لحد ما بيطلع منتج نهائي. بيبقى موجود عندي الشيت ميتال بيتقطع على مقاسات محددة حسب المواصفات المطلوبة. بالظبط كده، بالظبط. بيتم تقطيع الصاج وبندخله على البريسز أو البانشرز، ودي اللي بتديني فتحات الكوالين نفسها اللي هي الكبس. بالظبط كده، صح كده؟ بعد كده التشكيل المعدني على الشكل المطلوب بناء على الديزاين اللي نزل. انت بعد لما بتعمل التانية للصاج بيدخل عملية لحام بتكنولوجيا عشان يلحم الفريم بتاع الباب. بيلحم الفريم وبيلحم الباب نفسه والضلفة نفسها. تمام، بيتلحم وبيدخل على مرحلة الفينش بحيث ان انا اعالج كبات اللحام او اعالج جودة اللحام اللي بتبقى موجودة عندي بحيث الباب يطلع بافضل صورة ممكنة. تمام، بعد كده بدخله على كيميكال تريتمنت او انا بدخله على معالجه كيميائيه. المعالجه الكيميائيه دي اللي بتضمن لي الباب يبقى بعيد عن مشاكل الصدأ او حديد عن مشاكل بالظبط كده، برومه وصدأ كل الكلام ده بالسلامه. بالظبط بقى، بلغي الكلام ده كله عشان اقدر ادي العميل بتاعي الجارنتي او الضمان اللي انا بديه له ده 10 سنين ضمان. لا، الحاج رجع قال لنا 30 سنه، و30 سنه انا لو عايز اقول لك 50 سنه ضمان مش هيبقى فيها مشكله. بعد كده بيبدا مرحله الكوتينج او الدهاء، ده بيبقى باودر كوتينج الكتروستاتيك، ودي احدث تقنيات الكوتينج الموجوده. طبعا ده انا بضمن بيه العوامل الجويه، بضمن بيه المشاكل اللي ممكن تحصل من العوامل الجويه. تمام، طبعا باختلاف الالوان او المواصفات المطلوبه. بعد كده بنيجي لمرحله النجاره او الخشب، مرحله تركيب الخشب والكوالين اللي هو بتركب الوش الخشب على المعدن بتاعي. المعدن بتاعي بالظبط كده، لان انا الباب بتاعي مكون من جزئين، جزء معدني وجزء خشبي.